كيف يتعامل مع هذا الموقف؟ سيخرج منتصرا من هذه المواجهة. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى، الكرة في المرمى. النتيجة 1-1، يعدل النتيجة 1-1. ثاني لاعب يسدد، الكرة تصطدم في القائم، الارتياح كبير على حارس المرمى. ثاني اللاعبين مسددين. يا إلهي، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، لكنها لا تصل إلى المرمى. يا له من سوء حظ. حسرة كبيرة. نعم نعم، لقد ضيع الكرة. الدور الآن على ثالث اللاعبين، ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. رابع لاعب ينفذ الركلة. والكرة إلى الجانب الأيمن. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. ضربة مذهلة. بايرن ميونخ لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. نوير هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة وإلا انتهى كل شيء. ركلة أخيرا حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. بعد أداء وتنافس كبير في الملعب تخسر بركلات الترجيح، أمر صعب، صعب جدا تقبله. أكيد أنه كانوا يحتاجون إلى الكثير من الحظ اليوم. الأمر سيء دائما للفريق الخاسر بالذات عن